أفضل الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب صلوات أصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين، أخي الوحي بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله. يا حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم يكفيكم من عظيم المدح، أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. والله لما بدا خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى، وعندكم علم الكتاب، وما جاء السور. سادتي ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجاة، وهم أهل بيت المصطفى ختم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. عطروا الحفل بالصلاة على من
هم لأهل السماء مثل الثريا. واذكر الطغر بعد ذكر أبيها والزكيا وعليا أفضل الصلاة. علي بن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه صلوات. ورد في الزيارة الشريفة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحيل وأصول الكرام وقادة الأمم. يطل علينا هذا الشهر المبارك وهو شهر رجب الأصب، وبإطلالته تطل علينا هذه المناسبات السعيدة المباركة، حيث يبدأ هذا الشهر بهذه الأفراح لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، بدءا بولادة الإمام المولى أبي جعفر الباقر عليه السلام في غرة هذا الشهر، وفي الثاني من هذا الشهر ولادة الإمام المولى أبي الحسن الهادي عليهم السلام. وبهذه المناسبات العطرة نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما نبارك لأمير المؤمنين وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وللحسن والحسين وللأئمة المعصومين من ذرية الحسين، سيما لبقية الله في الأراضين. مولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج، كما نبارك لمراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام وللأمة الإسلامية وإليكم أيها المؤمنون والمؤمنات، سائلين من المولى العلي القدير أن يعيد علينا هذه الليالي والأيام في كل عام ونحن في خير وعافية، كما نسأل من المولى العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يحظى بهذه النفحات وممن يقبل على هذه الرحمات وتناله هذه البركات في هذا الموسم المبارك وهو شهر رجب، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وقبل أن نشير إلى ما يمكن أن نشير إليه من خلال هذه الفقرات التي وردت في الزيارة الشريفة والمعروفة بالزيارة الجامعة، أولا حينما يطل علينا هذا الموسم المبارك وهو شهر رجب، ماذا يعني لنا شهر رجب؟ شهر رجب في واقع الأمر هي مرحلة من المراحل المهمة في حياة الإنسان، حيث أن هذا الشهر المبارك يعد مقدمة للدخول إلى ضيافة الله في شهر الله وهو شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم لصيامه وقيامه بعدد لياليه وأيامه. فمن أراد أن يحظى بتلك الضيافة
لا بد وأن يكون في حالة من الاستعداد. ولهذا كما يقرر علماء الأخلاق على أن الإنسان حينما يريد أن يحظى بقبول التوبة له من قبل الله عز وجل لا بد وأن يمر بمرحلتين، مرحلة التخلية ومرحلة التحلية. مرحلة التخلية بحيث أن الإنسان يعمل على أن يتخلى عن كل ما قد يحول بينه وبين الوصول إلى الكمال، فيسعى الإنسان إلى تهذيب نفسه وإلى تزكيتها حتى يكون هذا الوعاء وهو القلب لديه إقبال على كل تلك النفحات وتلك الرحمات الإلهية التي يفيضها الله عز وجل على عباده. ولهذا تجد من يتعامل مع هذه المواسم المباركة كغيرها من الأيام، يدخل عليه شهر رجب وينتهي شهر شعبان وينتهي شهر رمضان، وإذا به لم يكن ليخطو خطوة في حياته نحو الكمال. وهذا الذي أشار إليه رسول الله محمد، اللهم صل وسلم، حينما قال: وقد أقبل على الناس ليهيئهم للدخول إلى ضيافة الله، وصل إلى أن قال: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. اللي ما مر بهالمرحلتين، اللي ما عاش مرحلة التخلية ولم يكن لديه اهتمام بمرحلة التحلية بحيث يقبل على تلك النفحات الإلهية، في واقع الأمر كما يعبر النبي صلى الله عليه وآله: فإن هذا يعد من الأشقياء، أجارنا الله وإياكم من الشقاء. والعكس، ما لو عمل الإنسان على أن يهيئ نفسه للدخول إلى ضيافة الله هذا يكتب في قائمة السعداء. وهذه كلها إنما تبدأ مع بداية موسم شهر رجب. ولهذا لاحظ التحفيز من قبل أهل البيت على الإقبال على الطاعة في هذه المواسم المباركة. فرجب يعرف برجب الأصب، وإنما سمي بشهر رجب الأصب لأن فيه تصب الرحمات على جميع العباد، يعني لا يستثنى أحد من هذه النفحات الإلهية، كما تعبر الأدعية الشريفة. ولهذا من جملة الأعمال العامة في موسم شهر رجب هو المواظبة على هذه الأدعية الشريفة، اللي المفترض أن الإنسان حينما يقرأ هذه الأدعية يقف عند كل فقرة من فقرات هذه الأدعية، يلاحظ بأنها وإذا مدرسة متكاملة على مستوى العقائد وعلى مستوى الأخلاق والسلوك وعلى المستوى الاجتماعي. فتقرأ مثلا في هذا الدعاء الشريف: يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. يعني أن الله سبحانه وتعالى يفيض الرحمات حتى على ذاك الإنسان البعيد عن الله. يقول له: ترى إحنا رايحين نخليك من المشمولين بهذه البركات وهذه الرحمات الإلهية. يعطي من سأله، ويعطي من لم يسأل، بل ويعطي من لم يعرفه تحننا منه ورحمة. فإذا كان هكذا الله سبحانه وتعالى يتعامل حتى مع
منكرين لنعم الله والمتنكرين لكل ما أعطي لهم من قبل الله، فكيف بالإنسان الذي هو من المفترض أن يكون عاش هذه الأجواء ودائما هو قريب من الله سبحانه وتعالى؟ لهذا أهل البيت عليهم السلام حينما يرغبون الإنسان إلى الدخول في شهر العبادة، في شهر كشهر رجب، دائما يشجعون على ذلك، يتحدث عن رجب على أنه شهر رجب الأصب، ويتحدثون عن شهر رجب بأنه شهر الاستغفار، ويتحدثون عن الأعمال في شهر رجب كالصيام. هذا العمل الذي حينما نقرأ في الروايات إنما سمي رجب برجب، ورجب هو نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، جعله الله للصائمين، فمن صام يوما من هذا الشهر حظي بأن يكون ممن يشرب من ذاك النهر، جعلنا الله وإياكم من أولئك. زين، هذا على مستوى الأعمال العامة، فيكون شهر رجب مقدمة للدخول إلى شهر رسول الله محمد. اللهم صل على ورجب وشعبان مقدمة للدخول إلى ماذا؟ إلى شهر الله. ولهذا تقرأ في الدعاء الشريف: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام، جعلنا الله وإياكم من البالغين، وبلغنا شهر الصيام. فلا بد أن يمر الإنسان بهالمرحلة، لا بد أن يمر بشهر رجب ويمر بشهر شعبان المعظم، ويعرف هذا الشهر بشهر أمير المؤمنين. ويمكن بعضهم يقول: ليش سمي رجب بشهر أمير المؤمنين عليه السلام؟ لعل واحد منها هو هذا: سر من الأسرار أن في هذا الشهر كانت ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، والأمر الآخر أن هذا الشهر المبارك وهو شهر رجب الأصب الذي هو مدخل للدخول إلى شهر رسول الله. واللي يريد أن يوصل إلى المعرفة برسول الله إنما من خلال باب مدينة علم رسول الله وهو أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. فلهذا تقرأ أنت في الدعاء الشريف كما في الصلوات الشعبانية: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب لك في صيامه وقيامه. فيوم اللي أنا أريد أن أوصل إلى المعرفة برسول الله يقول له تعال من خلال علي بن أبي طالب: يا علي، لا يعرفني إلا الله وأنت. وإذا أريد أوصل إلى المعرفة بالله: ولا يعرف الله إلا أنا وأنت. فيصير هذا الموسم العبادي شهر رجب وشهر شعبان مقدمة للوصول إلى المعرفة الكاملة بالله من خلال التعرض إلى تلك النفحات الإلهية والألطاف الربانية في شهر رمضان. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم مقدمة بعد، وجعل في هذا الموسم أعمال عامة وخاصة. أعمال عامة منها الأدعية التي تقرأ في كل يوم من شهر رجب، اللي من المفترض أن الإنسان لما يصلي لابد أن يأتي بهذه الأدعية ويتأمل فيها. للأسف أكو بعضهم لما ينتهي من صلاته هو يقول: الواجب علي الصلاة، أنا أجيب الصلاة في أمان الله. أو لما يحضر إلى صلاة الجماعة قارئ الدعاء والتعقيب بين الفرضين يقرأ الدعاء وهناك من هو مشغول بالأحاديث الجانبية،
مع أن هذه لحظات استجابة الدعاء، والمفترض أن الإنسان لا يفوت الفرصة على نفسه. أنا ما رحت إلى المسجد من أجل الأحاديث والسوالف الجانبية، أنا دخلت إلى المسجد من أجل العبادة، من أجل التوجه إلى الله. فإذا أنا ما رايح أتوجه إلى العبادة، لا أشغل غيري من الناس، وأكون أنا ممن يكون له أثر في إبعاد الناس عن الطاعة وانشغال الناس عن العبادة. خلي يكون لي أثر في ربط الناس بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأدعية الشريفة التي تقرأ في هذه المواسم المباركة. أيضا هناك أعمال خاصة اختص بها شهر رجب، كما في شعبان وفي شهر رمضان، ومنها زيارة المولى الحسين عليه السلام. هذه الزيارات الشريفة، زيارات المباركة، ومنها زيارة الحسين طريق إلى المعرفة بالله عز وجل. فمن أراد أن يحظى بالقرب من الله فليزر الحسين في غرة رجب، وهي التي تعرف بزيارة النور، وفي النصف من شهر رجب، وهي التي تعرف بزيارة الغفيلة، اللي بعض الناس قد يغفلون عن هاتين الزيارتين، زيارة النور وزيارة النصف من شهر رجب، إلى أن يوفق الإنسان إلى أن يصافح جميع الأنبياء في زيارة النصف من شهر شعبان المعظم. فمن أراد أن يصافح 124,000 نبي فليزر الحسين عليه السلام في النصف من شهر شعبان المعظم، بلغنا الله وإياكم لزيارته في القريب العاجل. هذا جانب. الجانب الآخر، أن في هذا الموسم هناك محطات يقف عندها الإنسان، وإذا أولها ولادة الإمام المولى أبي جعفر الباقر، وثانيها ولادة الإمام المولى أبي الحسن الهادي عليهم السلام. لاحظ، إذا تريد توصل إلى المعرفة بهذين الإمامين من خلال من؟ تارى أنا أكون على معرفة بسيرتهم، وتارى لا، أنا أريد أتعمق في المعرفة بهم. لهذا تسمع المعصوم وهو في مقام التعريف بأهل البيت: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة، ثم يقول: وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم. خزان العلم ماذا يعني بذلك؟ خزان العلم، الخزانة يعني المكان الذي يحفظ فيها الشيء. فأهل البيت هم حفظ لهذه العلوم والمعارف، هم حملت علم الله وعلم رسول الله، وهم حمل لعلم لما في القرآن، فهم الأعرف بكتاب الله. لهذا الإمام الباقر عليه السلام الذي نحن في رحابه وذكرى مولده الشريف يشير إلى هذا المعنى، ويقول بأن الله عز وجل جعلنا حمل لعلمه في أرضه وسمائه، أو كما يقول المولى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قال: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا حملة علمه في أرضه وسمائه، ولولانا ما عرف الله، فمن أراد الله بدأ بكم. فلولانا ما عرف الله، شلون؟ تعال أريد أن أوصل إلى المعرفة بالله من خلال المعرفة بأهل البيت، ومن خلال الأخذ من علومهم ومعارفهم عليهم السلام. لهذا يجي النبي يتحدث عن كل واحد منهم، ومنهم الإمام الباقر عليه السلام. ماذا يقول عن أبي جعفر؟
يوم اللي يجي يتحدث عن إمامة كل واحد منهم أشار إلى أبي جعفر الباقر وأخبر جابر قال بأنك ستراه وتحظى برؤيته فأبلغه عني السلام. والنبي يبين ماذا يعني الإمام محمد بن علي، قال هو الذي يبقر العلم بقرة، أي يتفجر العلم من جوانبه، أي يكون لديه العمل على إظهار هذا العلم بعد خفائه. فأي واحد يريد يوصل إلى العلم والمعرفة بما أراده الله وما جاء به رسول الله والمعرفة بكتاب الله إنما من خلال أهل البيت عليهم السلام. لهذا يوم اللي يدخلوا عليه بعضهم يلتفت الإمام الباقر عليه السلام ويقول شرقا وغربا، وين ما تروح، تروح الآن إلى أي مدرسة وتتوجه إلى أي طريق، فشرقا وغربا فما من علم صحيح إلا وكان منا. أي إنسان يريد أن يكون على معرفة بكل ما أراده الله إنما من خلال أهل البيت، فعلمهم بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. حديث الإمام الباقر يختلف عن حديث غيره من الناس، ولهذا تسمعهم حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي هو حديث رسول الله محمد. ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. تعال خذ من هؤلاء، وعليك أن تنهل من علومهم وما جاءوا به عليهم السلام، بل وعلمهم بكتاب الله. شوف لو من للإنسان يريد أن يكون على معرفة بالقرآن، ما يمكن أن يكون على معرفة بكتاب الله من غير أن يكون على معرفة بأهل البيت عليهم السلام. اللي الواحد منهم حينما يبين ما في كتاب الله، الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم أهل البيت عليهم السلام، فمن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. شوف لما يقول الإمام الهادي خزان العلم، يقول فعلا نحن حفظة هذا العلم، وإحنا اللي أي إنسان يريد أن يكون على معرفة بما جاء به رسول الله ومعرفة بكتاب الله من خلالنا. يقول مرض المتوكل العباسي ونذر أنه إذا شفيت أن أتصدق بدنانير كثيرة. فعلا برئ المتوكل عليه ما عليه من الله. إجا الآن يريد يعرف بكم أتصدق، بكم أتصدق، دينار، عشرة، أكثر، أقل. جمع العلماء والفقهاء، احتاروا في هالمسألة، فأرسل إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام، قال له ماذا تقول؟ قال عليك أن تتصدق ب83 دينار. قال له من وين؟ ذيلا لما شافوا المتوكل راحوا لجأ إلى الإمام الهادي، ما عجبهم هذا الوضع، من وين أنت جايب هذا؟ قال من كتاب الله. شوف يوم اللي يتحدث المعصوم من خلال كتاب الله غير لمن يتحدث أي أحد من الناس. قال في وين في كتاب الله؟ قال في قوله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فعدت تلك المواطن التي كان فيها الانتصار 83 موطن، وضم إليها يوم حنين، فإن شئت أن تتصدق بهذا
فإن القرآن أشار إلى هذا من خلال هذه الآيات الشريفة. الإمام لما يجي يتحدث للناس من خلال القرآن الكريم، هذا اللي مر بها الآية وقف عدها لكأنه لم يقرأ آية في كتاب الله تتحدث بهذا الأمر، لكن وإذا بالإمام يقول خزان العلم، أهل البيت هم حملة علوم رسول الله وما أراده الله سبحانه وتعالى، وهم الأعرف بكتاب الله، وهم الأعرف بكتاب الله. فلهذا يوم اللي يجي الإنسان يريد أن يعرف كل ما جاء به رسول الله إنما من خلالهم. فلهذا تشوف النبي لما يتحدث عن الباقر يعبر عنه بهكذا تعبير الباقر، لما يكون الحديث عن الهادي يقول هذا الذي يعمل على هداية الناس وجذبهم إلى الله وربطهم برسول الله محمد. جعلنا الله وإياكم من العارفين بهم والمتمسكين بهم والسائرين على نهجهم، ولا فرق الله بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد حبيبي لاقي العالمين، أخي الوحي أبي القاسم محمد. وفي مدح الإمامين الهمامين المولى أبي جعفر الباقر والمولى أبي الحسن الهادي عليهم السلام أقول أفلح من يصلي. محمد مطهرون نقيات ثيابهم، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما بدا خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. هذا من طيب رسول الله سادتي سادتي، ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم
مذاهبهم في أبحر الغي والجهل. ركبت على اسم الله في سفن النجاة، وهم أهل بيت المصطفى ختم الرسل. وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. سيدي يا أوصياء المصطفى الخاتم وعلة الإيجاد والعالم، لولاكم ما قام من قائم يا دوحة الإشراق من هاشم، يا أفق أنوار وأمجاد. الكون بالنورين قد أزهرا، مثلهما رب العلا ما برا. أعني بذا الهادي والباقرا، أعني بذا الهادي والباقرا. بشراك يا عترة خير الورى بمولد الباقر والهادي. جادوا على الخلق بإنعامهم وعلموهم كل أحكامهم، يا ليتنا من بعض خدامهم شرفنا الله بأيامهم. وروحنا هشت لميعادي. طوبى لمن تاب إلى ربه مستغفرا لله من ذنبه، وقام بالطاعات في قربه في رجب الخير وأعظم به. شهر كرامات وأعياد. يا من كلا الصبطين فيه التقى ونوره عم الورى مشرقا، يا من ورثت المصطفى مطلقا، يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجمل. نجاة يوم الحشر في حبك، والفوز في السير على دربك. إمام حق جاء من ربه، محمد الباقر أكرم به. شبيه طه المصطفى المرسل. سيدي هي سامراء سرت من رآغا، قد أتى الجنة حتما من أتاها. شع نور الله في أرجائها، فجثى موسى بها بل أنبياها. إذ بها مثوى الإمامين ومن
بهما قد طيب الله ثراها. وباقر وباقر على بحرك يمن للعلم، باقر أنا بعترف للعالم، وباقر ولائي وحبي لمحمد، ولائي وحبي لمحمد. الباقر ملك باب العلوم الحيدرية، مولاي وهادي وهادي. اجيت المن الي قائد وهادي، وعلى اسم اضل صافن وهادي، اهني هالمسا حيدر والهادي، ولا انسى الزكية الفاطمية. وهاشم وهاشم يا من للعلم قبل الزاد، هاشم وابو وامه من حيدر، وهاشم يا أول هاشمي من بني، هاشم يا أول هاشمي من بني هاشم، سلالة هاشمي ومن هاشمية. والله وسمانا وسمانا أرضنا من الفرح تزهي، سمانا شيع المصطفى بقوله، سمانا لقدوم الهادي هنينا، سمانا وجواد العترة بين خير البرية. وجابر وجابر أنا اخترتك ولا حد ليا، جابر يا من للخاطر المكسور، جابر سلام من النبي والصلاة، جابر إلى الباقر سرا آج الله نبيا. هالليلة عدكم عيد يا الجعفرية، هالليلة عدكم عيد يا الجعفرية، هالليلة عد هالليلة عدكم عيد يا الجعفرية، هالليلة عد مولد الباقر والهادي سويا، هالليلة عدكم عيد يا الجعفرية، هالليلة عدكم عيد، هالليلة عدكم عيد يا الجعفرية. عمت الأفراح على الأرض وسماها، من إجا الباقر نادت يا ضياها، وزينة العباد هالليلة يتيباها،
سمسمي جدا لابي المختار طه زينة العباد هلليتي بها سامي جدا لابي المختار طه فرحة الأكوان ويا الجعفرية هلل عدكم عيد يا هلل عدكم عيد يا الجعفرية هلل عدكم عيد من إجا نور العلوم اللي بقرغا الكتب متفتحة وضوى سطرها جنها وردة مفتحة وفاحت عطرها ليلة بالميلاد مرفوعة قدرها هل علينا هالشهر بابن الزكية فرحة الأكوان ويا الجعفرية هالليلة عدكم عيد هالليلة عدكم عيد وزادت البهجة بولادة ابني الأطهار علي الهادي وجد الهادي المختار علي اسمه سامي جد علي الكرار نور يتبع نور من بيوت الأنوار والزيارة الجامعة منا هدية هالليلة عدكم عيد هالليلة عدكم عيد يا محمد يا علي ننخاض محنة يا محمد يا علي ننخاض محنة بالنبي والمرتضى يلهج لسانه يا محمد يا علي تكرر ندانه المولد الباقر والهادي احنا احتفلنا هالليلة عدكم عيد هالليلة عدكم عيد اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين محمد ولما أراد الله سبحانه وتعالى ينير الكائنات بنور مولانا الإمام الهمام المولى أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام ابن رسول الله حملت به سيدتنا ومولاتنا السيدة الجليلة فاطمة ابنة الإمام الحسن الزكي المجتبى حملا خفيفا ولما أن تكاملت الليالي والأيام وكان اليوم المبارك في غرة شهر رجب الأصب وقصطعت الأنوار وفاحت روائح المسك والعنبر في كل مكان كل ذلك من طيب رسول اللهم صل على محمد وآل محمد لأن كانت الساعة المباركة وهي لا تشعر بألم ولا وجاع وإذا بها قد وضعت
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم، وصل عليهم أجمعين. ولما أراد الله سبحانه وتعالى ينير الكائنات بنور سيدنا ومولانا المولى أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام ابن رسول حملت به سيدتنا ومولاتنا السيدة الجليلة سمان المغربية حملا خفيفا، ولما أن تكاملت الليالي والأيام وكان اليوم الثاني من شهر رجب الأصب وقد سطعت الأنوار وفاحت روائح المسك والعنبر في كل مكان وازداد البيت المبارك بتلك الأنوار من نور رسول. اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أن كانت الساعة المباركة وهي لا تشعر بألم ولا وجع، وإذا بها قد وضعت صلي وسلم عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك، تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم واعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامن علينا برضاه، وصل عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. اللهم بحق مولاي الإمام المولى أبي جعفر الباقر وبحق مولاي المولى أبي الحسن الهادي فرج عنا بفرج آل محمد، ومن على جميع المرضى سيما المنظورين، بالخصوص لمن دعونا لهم بالصحة والعافية. يا رب العالمين بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام في خير وعافية، واجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. إلى أموات المؤسسين والحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات أفضلها.